أنا مايا. فيكن تتواصلوا معي بفقرة ولادة بالدنيا على الإيميل ولادة بالدنيا@future.com.lb أو على الفيسبوك www.facebook.com/عالم.الصباح أو على تويتر @عالمصباح. وفيكن تبعتولي أي صورة أو فيديو عن طريق الأبليكيشن الخاصة بفيوتشر تي في من خلال يور ريبورت. من التعليقات اللي عم توصل على الفيسبوك من آمنة من ليبيا عم تقول انه اكثر المشاكل هي اللي كانت انه اسلوب بعض المعلمين اللي كانت تخليها اوقات تكره بعض المواد بالتعليم. كمان ليلى عم بتقول انه اكثر مشكله ممكن تواجهها لما يكون ابنها او بنتها عم بيكون عندهم مشاكل بالدرس ولها سبب، هذا الشيء بيعذبها كثير وبشكل عندها اكبر صعوبه. نهلا عم تقول انه كمان المشكله كانت انه كانت عندها كثير اثار سلبيه بعد ما تركي من ذهنها بالمدرسه، لانه للاسف كان في كمان وسيله او اساليب تعنيف بالمدرسه، وان شاء الله بتمنى ما يكون هذا الشيء عم يصير ابدا ولا بمدرسه. فاتن عم بتقول انه بتمنى التدريس يكون بضمير، وبالمقابل في كمان جودي عم بتقول انه انعدام الضمير اوقات للاسف عند المعلمين هو بيكون السبب الرئيسي لواحد يكون عنده مشاكل بالمدارس، انما بيكون اوقات همهم الوحيد هو استكمال المنهج. كمان في بعد كثير من التعليقات عم بيقولوا، كمان لانا عم بتقول انه بتتمنى يكونوا كل الاساتذه بيعرفوا يتعاملوا مع الطلاب، لانه في طلاب بيكون عندهم اكيد اوقات يعني كاركتر بيكون مختلف عن الاخر، شيء بيكون عندهم حركه مفرطه او نشاط زائد، لهالسبب لازم يتعاملوا معهم، مش لازم ينظلموا الطلاب بينحطوا وراء، انما اكيد لازم يتاخذ كل تلميذ بعين الاعتبار لحتى يقدروا يتعاملوا معه بشكل الصحيح. رح ننتقل هلا لحتى نكون مع اطول واغرب واغلى واندر اذا فينا نقول انواع النباتات والزهور مع كندا بارض ووالد. صباح الخير كندا. صباح الخير غيدا. كله تمام؟ اليوم مثل ما قلتي رح نحكي عن بعض الازهار يلي سجلت إذا فينا نقول أرقام قياسية من يلي قلتيهم، الأكبر الأغلى الأجمل والأندر بالعالم. ورح بلش بأكبر زهرة بالعالم، وهون بدي أقول أنه رح نشوف أزهار حلوة رح نشوف أزهار مش كتير حلوة، بس ما بيمنع أنه في كتير أشياء رح تلفت لنا نظرنا أكيد نظرنا، ورح يعني إلا ما تقولي سبحان الله الطبيعة شو ممكن تعطينا أشياء. ورح بلش بأكبر زهرة بالعالم وهي رافليزيا، اسمها منه كتير طويل ايه. بالنسبة لأزهار تانية رافليزيا هذه هي شكلها، وهي موجودة بالغابات الاستوائية بإندونيسيا، بتوصل تقريبا لعرض متر واحد إيه؟ وبيوصل الوزن تبعولها ل 8 كيلوغرام. هلا هون اكبر من يعني الشخص قاعد حدا مبين اكبر منه حتى، مزبوط. مش هيك حبيت حتى صوره تنشوف قديش تقريبا يعني نسبه الحجم تبعولها بالنسبه للانسان. وهون عم نحكي عن نباتات طبيعيه يعني اللي هي موجوده بموقعها الطبيعي، مش بتدخل بشري، يعني مش مثلا البطاطا يلي بتقدر يعني تكبريها بالمغذيات بكثير إضافات أو إشياء تانية، لا مثل ما هي موجودة بالطبيعة. هلأ رافليزيا مثل ما قلنا يلي هي حجمها تقريبا متر، هي عبارة عن بارازيت بتبقى موجودة بالطبيعة بغابات إندونيسيا. بارازيت يعني بتنمى على نعم الطفيليات يعني ونباتات تانية، بتاخد الغذاء من نباتات تانية، والغريب فيها أنه بس تكبر وتصير زهرة كاملة بتصير بتعمل ريحة كتير بشعة. بس هيدي الريحة هي اللي بتجذب الحشرات لها لحتى يلقحوها وتضل عم تتكاثر وتضل موجودة بهالغابات هيدي. رح ننتقل لتاني زهرة وهي كمان من أكبر أزهار العالم وهي أمورفوفاليوس. هاي اسمها طويل. هيدي اسمها طويل وهي بنسميها كمان تايتان أروم، نوع من الأروم. هلا هون عندنا زهرة أكبر من يلي شفناها قبل، تقريبا بتوصل طولها لبين المترين والأربع أمتار، وممكن يوصل حجمها ل 85 كيلوغرام. يعني اكبر بكثير من الزهره اللي شفناها قبل، يعني هي بوكيه لحالها. تخيلي 85 بني ادم يعني كانك عم تاخذي شخص معك كمان. بس هون 85 كيلو يعني بتقدر تكون حجمها بالنسبه لها كمان اي انسان ثاني، ولكن ما تسجلت انها تكون اكبر زهره لسبب انه تقنيا هي عباره عن مجموعه ازهار منا زهره واحده. يعني تعطيك هذا الشكل اذا بدنا نحكي بلغة
بلغه البوتاني او علم النباتات، منا زهره وحده، هي تجمع لعده ازهار، مش هيك منا هي اكبر زهره، ولكن زهره اللي شفناها قبل او رافليزيا، بذكر انه اسمها تايتان أروم، نوع من الأروم، وهي كمان بتعمل ريحة كتير قوية لحتى تجذب بركي سموها نسبة للتايتانيك، يمكن تايتان إنه كبير كتير مثل الباخرة الشهيرة، وبتجذب الحشرات كمان يلي ممكن أن تلقحها لحتى تكاتر عبر الريحة الكتير قوية يلي هي بتبثها وقتها تصير زهرة كاملة. هيدولي أكبر أزهار بالعالم. رح ننتقل هلأ لحتى نشوف أكثر الأزهار ثمناً بالعالم، وهون أخذت التوب 5 أزهار أو الأكثر 5 أزهار غاليين عبر العصور، وكل واحدة بتختلف ليش سعرها غالي بالنسبة للتانية، وهلأ رح نشوف عن شو عم بحكي. رح بلش، رح تستغربي، بالتوليب. التوليب يلي هي زهرة صارت كتير كومن، كتير شعبية وموجودة، ولكن عبر العصور سجلت رقم قياسي. هذا نوع من التوليب تحديدا يلي اسمه الفايسروي توليب، يلي تحديدا بالقرن 17 سجلت رقم قياسي، لانه توليب يلي هي رمز لهولندا اصلا مش من هولندا. اف هيدي شغله ما كثير ناس بتعرفها، اصلا من اسيا، اسيا الوسطى و المنطقه الفارسيه او ايران بالتحديد. وليش نسبت لهولندا؟ لانه هي كانت موجوده هنيك، يعني الزهره البريه الاصليه جايه من هالمنطقه هيدي، ولكن بالقرن 17 انتقلت لهولندا، وهنيك طبعا صاروا ينشوها ويعملوا انواع جديده. والرقم القياسي اللي وصلت له بهيداك الوقت كسعر للزهره الوحده ما يعادل $570 للزهره الوحده، لانه ما كانت كثير موجوده. هلا اليوم صرنا بنلاقي توليب بدولار واحد، صحيح، خاصه بموسمها، ولكن سجلت رقم قياسي. بس هي حلوه التوليب اكيد بكل الوانها وبكل اشكالها. ثاني زهره رح نشوف هي السفران او الزعفران، يلي كمان من الازهار ما بدنا، هي يعني تسجلت ضمن التوب 5، ولكن هي مش الزهره يلي غاليه، وبنعرف انه اذا بنعمل تقريبا 20 زهره سفران يلي هي كمان ازهار كثير حلوه، ما بيطلع سعرها قد ورده وحده، ولكن الرحيق او الستيمن يلي بقلبها هو يلي غالي كثير، ومشان هيك اندرجت على هاللائحه هيدي. وبنعرف انه بدنا تقريبا 80,000 زهره لحتى لنعمل 50 جرام من الزعفران، 80,000 زهره لنعمل 50 جرام من الزعفران، وهيدا بوازي انه يكون ربع وقيه يعني. مزبوط. شوفي قديش بدك كميه، مشان هيك الزعفران هو من اغلى البهارات المعروفه بالعالم، ومشان هيك تقريبا الباوند او نص كيلو من الازهار من الزعفران تقريبا بيساوي $1200، ومش هيك هي من الازهار يلي بينقال انه هي من اغلى انواع الازهار. بنتقل كمان على نوع من الاوركيد، وقت بدنا نحكي عن اغلى ازهار اكيد الاوركيد رح يكون لها حصه. جولد اوف كينابالو اوركيد الوحده حقها $6000، زهرة وحدة سجلت الأوركيد الوحدة. الأوركيد الوحدة، هلا هي منا من أجمل أنواع الأوركيد، يعني أنا إذا بدي أخذها بشكل يعني لإلي منا من أجمل أنواع الأوركيد، ولكن زهرة وحدة حقها هالقد، سبب هو ندرتها، منا موجودة إلا بمحل واحد بالعالم يلي هو كينابالو ناشونال بارك بماليزيا، موجودة هونيك. وليش هي غالية؟ لأنه بتزهر مرة واحدة، يعني النبتة الوحدة بتزهر مرة واحدة كل 15 سنة، وبتزهر بس بشهر نيسان، يعني بتظهر مرة واحدة مرة كل 15 سنة، ومشان هيك بتستحق يمكن لبعض الأشخاص أنه تكون حقها 6000 للزهرة الوحدة من الكينابالو أوركيد، جولد أوركيد. نرجع لكمان نوع من الأوركيد، هلا هون أنا بدي أعلق شخصيا، يلي هي اسمها شانزان نونجي أوركيد. هيدي زهرة انعملت، يعني بنقول مان ميد 100%، يعني زهرة منا طبيعية لحالها، منا بالطبيعة، موجودة بالطبيعة، ولكن علماء صينيين قرروا انه هن يحطوا كثير من المميزات يلي بتجمع بين عدة انواع من الاوركيد بزهرة واحدة، و يسموها بانها اغلى زهرة بالعالم. هيدي الزهرة يلي بتشبه كثير من الازهار اللي بنشوفها، ويلي ما حقها بيتجاوز $10 بمحلات الزهور هون، مش هيك انا بقول ما بعرف اذا بتسوى هالقد، بس لقلي
لك انه العرق الواحد انبيع باوكشن واللي اشتراها هو انونيمس يعني مش معروف, مش معروف مين ب 160 الف دولار. يغطيه؟ ما بعرف يعني في جنون بالدنيا. ايه بس مش هالقد. ما بعرف ليش بس سجلت رقمي. قد ايه بتعيش طيب على القليله عنده بالبيت؟ هي بدها 8 سنين لحتى تزهر هيدي الزهره, وبتعيش مثل كل انواع الاوركيد تقريبا شهرين بس لانه كثير المواصفات تبعولها. 160 الف دولار على شهرين يا ظالم. شفتي؟ بس فاذا هيدي هي. بس اكيد في ناس بيكون عندهم هذا الحب يعني بنحترم اكيد. مزبوط. وكمان بدنا نحكي عن جولييت روز. جولييت روز هي نوع من الازهار الكثير حلوه, هلا رح نشوفها كمان بالصور. نوع من شوفي رائعه هالزهره يلي هي شخص اسمه ديفيد اوستن معروف بانه بيعمل انواع جديده من الورود الروزز, يلي هالروز هي كومبينيشن او تجميع بين انواع قديمه من الازهار. هيدا بنقول له ورد الجوري وورد القديم وورد الشام, انواع قديمه من الازهار بالوان جديده لانه هيدا اللون السمور روزي شوي ما كان موجود بالازهار او الورود اللي موجوده اصلا بالطبيعه. وهيدي زهرة منا غالية يعني التيج الوحدة أو العرق الواحد هلأ فينا نشتريه بعشرة دولار, ولكن كلفت لحتى نوصل لهيدي النوعية الدراسات والاختبارات يلي عملها ديفيد أوستن حوالي 3 ملايين باوند لأنه انعملت بلندن بإنجلترا, يعني ما يوازي تقريبا 5 ملايين ونص دولار من الريسيرشز لحتى نحصل على هالزهره هيدي. مشان هيك هي مصنفه كمان من الازهار الاغلى. رح انتقل كمان لزهره بيقولوا انها برايسلس يعني ما لها سعر, وهي الكادوبول فلاور او زهره الكادوبول. رح نشوفها, هي زهره حلوه كثير ولكن ما لها سعر, يعني اذا واحد بيقدر انه يحصل عليها ما بعرف قديش, يعني شفنا 160 الف يمكن هون اغلى كمان. السبب هو اول شيء نقول ان هي بسريلانكا موجوده, بس بسريلانكا. والسبب انه هالزهره بتزهر بس مره واحده, يعني بتزهر تقريبا بس حلوه كثير كندو. حلوه هلا هيدي هون هي مفتحه كومبليتلي, مفتحه كومبليتلي. والسبب انه بتزهر بمنتصف الليل وبعد ساعتين يعني قبل ما يصير الفجر بتكون هرت وماتت. يعني ساندريون, هيدي ساندريون ورود. يعني ما بتقدر, واذا كان بس تنقطف بتصير كثير عرضه لانها تدبل كمان اكثر من انه تكون موجوده على النبته تبعولها, علما بانه هي النبته يلي بتنمى عليها هي نوع من الكاكتوس. ولكن كثير الزهره عابره بشكل كثير سريع, ولانه كثير صعب انه واحد يحصل عليها ويمسكها بايده, بس يلحق يمسكها بايده بتكون دبله. مشان هيك منا من الازهار يلي لها ثمن بالعالم, وبعده لهلا التحدي قائم انه اذا كان حدا بيقدر يحصل عليها يستمنها بالسعر يلي هو بده اياه. واكيد اكيد في كثير ناس ما بعرف شو بيكون في عندهم طريقه تفكير مستعدين انه يشتريها باسعار خياليه. فهيدي هي زهره الكادوبول. في ناس عندهم حب التجميع يعني لحتى شيء يكون عندهم نادر, ما حدا عنده اياه غيرهم. صحيح, عندهم فعلا هذا الحب. بس يقدروا يقولوا انه نحن حصلنا على هيدي الزهره لانه ما رح يجمعوها بايدها مثل ما قلنا, ما رح تضاين عندهم اكثر من هيك. بعد في عندنا الازهار الاكثر اناقه والاندر بالعالم, رح نخليهم لمره ثانيه, وكمان رح نشوف كثير انواع غريبه وحلوه من الازهار. اكيد رح ننتظرك نحن بعالم الصباح كندا مره ثانيه. شكرا لك, رح نتابع محطاتنا بعد لحظات. كل اللي حابين يتصلوا بكارمن ويسالوها اي سؤال متعلق بالفلك زودياك بعد لحظات, خليكم معنا.